أختنا تقول صليت صلاة الفجر وفي الركعة الأولى شككت هل سجدت الثانية أم لا، ثم قمت للركعة الثانية وأنا لازلت شاكا، فقرأت سورة الفاتحة ثم رجعت فسجدت، ثم قمت لأداء الركعة الثانية فأكملتها ثم سجدت سجود السهو قبل السلام وسلم، ما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من ترك ركنا من ركعة من ركعات الصلاة أو شك في الإتيان به وقام للركعة الثانية فإنه تلغو الركعة التي ترك منها الركن أو شك فيه وتقوم الثانية مقامها ويكمل صلاته على ذلك ويسجد للسهو بعد السلام أو قبل السلام. وأما ما ورد في السؤال من رجوع السائل بعدما استتم قائما ليأتي بالسجود الذي شك في الإتيان به هذا خطأ، هذا خطأ منه، وإذا كان بنى على هذه الركعة فإن صلاته غير صحيحة، فعليه أن يعيد الصلاة لأنه بنى على ركعة بطلت بقيامه ركعة ثانية وشروعه فيها. نعم.